نظام الإبر الصينية عندما نتكلم عليه مثلا نرى مثلا الناس اللي تشتكي من مشاكل النوم أو عدم عملية استرخاء، فنقوم بوضع الإبرة الصينية على اليد ما بين اليد، نضعها لمدة دقيقة ما بين الإبهام والسبابة، ما بين الإبهام والسبابة نضع طيب. في هذه المنطقة لمدة 10 ثواني نلاقي أن هذا الشخص ساعد على عملية استرخاء وساعد على عملية النوم. عجيب. هذه أحد الطرق. هناك طريقة أخرى، من يشتكي بالقولون أو قرحة المعدة، نضعها على رأس المعدة وعلى جانبي المعدة. إذن هناك أماكن معينة ونقاط معينة ترسل رسائل معينة لتحفيز وتنشيط الدورة في هذا الاتجاه. طيب. مثال ربو. إيه؟ ربو نضعها في أوسط الصدر، هذه الإبرة الصينية على أوسط الصدر، ونطلب الشخص بعد أن يسترخي، وبعدها نقوم بإزالة هذه الإبرة، نرى أنه يختفي منا الربو. كم مدتها دكتور؟ تقريبا 10 إلى 15 ثانية في بعض الأوقات على حسب المرض، نطول إلى دقيقتين ثلاثة على حسب يعني. تقول شيء عجيب، ثواني ودقائق. أنا بسيطة. في بعض الناس يعانون منه من سنوات. من سنوات نعم. وبالتالي هذه الإبرة اللي على المعدة تساعد على أن يخف هذا الربو. يخف هذا الربو أو اختفاء تام. نعم. إذا هناك ما يعني علاجات بدائل نسميها بدائل، ما تسمى alternative treatment. لذلك سميت بكلمة alternative. alternative أي خيارات أخرى، أي بدائل أخرى. بدل ما نتجه إلى المواد الكيميائية نعم. نتجه إلى مواد طبيعية. مثال الزعتر البري، عشبة الزعتر البري. هذه العشبة فيها مادة الثايمول، هذه المادة تقوم على توسعة الشعب الهوائية، فبالتالي عندما تقوم بتشربها تساعدك على قوة النفس وتمنع اللي بخة الطعام والعياذ بالله وتمنع الربو. لذلك الكثير من الأشخاص من اختفى منه ربو بشرب هذه العشبة الجميلة. يسمعك الآن مريض بالربو يقول لك شلون استعمل الزعتر البري هذا؟ الزعتر البري هناك نوعين من الزعتر، الزعتر العادي وفي الزعتر العادي، وهناك ما يسمى الزعتر البري. الزعتر البري غني بهذه المادة، مادة الثايمون. فلذلك أنت تقوم بأخذ كوب ماء وتضع ملعقة وسط من الزعتر البري وتشربه. ولكن نرجع ما تكلمنا في الحلقة السابقة عنه، القرآن اللي هو إيش؟ عندما نضع العسل تزداد قوة الشيء إلى إيش؟ 7 أضعاف. فما بالك لو قرينا عليه الآيات وذكر اسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتصبح أجمل وأجمل صحيا. فإذا تضع الماء والعسل وعشبة الزعتر البغي وتذكر اسم الله عليها وتشربها، الربو يخف، يخف ويبدأ يختفي. ايضا هناك زيت الزعتر، زيت الزعتر، زيت الزعتر تدهن فيه صدرك يبدا يقوي عمليه السحب او يقوي عمليه التنفس، فيساعدك على ايش؟ على اختفاء الربو. يسمعك ترى انا هذه شفت واحد يعاني منها ويستعمل بخاخات مسكين ويعاني بشكل رهيب من هذا الامر. نعم. يعني انت الان توصف له وصفه بسيطه جدا، بسيطه جدا، ميسره. اي والله. واكملها حتى نعطي في صوره اوضح. حجامتها تكون على الصدر، في اعلى وسط الصدر وعلى جانبي الصدر، اما الفصد يكون بين الابهام واليد. هذا هنا الفصد يكون لها. زين، شنو الفرق بين الحجامة اللي على الصدر والفصد اللي على اليد؟ حديث وصف خير ما تدويتم به الحجامة والفصد، وهناك حديث آخر خير ما تدويتم به الحجامة والصعود، وسوف نشرح ما هو الفرق بين الحجامة والصعود والفصد كل هذه الأمور. إيه؟ الفصد هو ضرب الشريان هنا، أي إخراج الدم المحتبس الذي يقوم بعملية غلق المسارات التنفسية. نعم. فبالتالي يبدأ بعدها الإنسان يحس براحة نفسية ويحس كأنه هواء بارد داخل إلى الصدر فيحسن التنفس. هذا بالنسبة للفصد والحجامة. الحجامة هي سطحية، لاحظ. يعني وصف الله صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في 3. نعم. شرطة محجم، شرطة محجم، شرطة، قال شرطة وليس تنقيط. إيه؟ أو شربة عسل أو كيت من نار.
يعني وصفه صلى الله عليه وسلم ثلاث أركان، هذه الصفات الثلاثة. نعم. شرطة محجم، الشرطة يقصد بها أن تأخذ أعلى السطح وليس الداخلي كما يستخدم الآن التنقيط، وهذا خطأ، لأن الشرطة تأخذ الدم السطحي، أما التنقيط ممكن تضرب الخلايا العصبية فتؤذي الشخص أمامك، وبالتالي تأخذها السطحي. سطحي. والنتيجة يسمون هذا أبر سيرفس، يأخذ باب السطحي. أيوة. لذلك هناك مدارس للحجامة في أمريكا، يعني احنا عندنا 251 مركز للحجامة في أمريكا. عجيب. أكبر مركز للحجامة هو موجود في ألمانيا، مع أن احنا الأولى. نعم، هكذا كنا نقول هم يأخذون منا، ولكن هم يأخذونها ويودونها هناك ويصول على دراسات علمية وأبحاث علمية، ويأخذون كميات من الدم ويفحصونها، ويفحصون هذا الدم، وجدوا أن هذا الدم يحتوي على أعلى نسبة من كريات الدم الحمراء الهرمة، وهذه كريات الدم الميتة ماذا تحدث؟ إذا تجلط الجسم تسبب الجلطة، تسبب أمراض سرطانية. نعم. تسبب ضعف المناعة، تسبب الخمول، تسبب الكسل، تسبب التعب. إذا نرجع مرة أخرى إلى الحديث، خير ما تدويتم به الحجامة وماذا أيضا؟ والصعود. والصعود ذكر صلى الله عليه وسلم الصعود. والمقصود الصعود هو كل ما يشم أو يقطر أو يبخر إلى الأنف، وسنة. مكون من شنو دكتور؟ في البعض يضع فيه القسط الهندي أو ماء المسك، زين، ويقطر بالأنف، يصعد، يصعد أي يشم، ويأخذ على جهة معينة من الأنف. نعم. من منخار الأنف. وثم يصعد على الجهة الأخرى. ايه؟ وهذا صعود سنة، يصعد حتى الأطفال، وجدوا أنه بالصعود إيش ينظف مسارات الرأس ويقوي الدماغ، لاحظ يقوي الدماغ ويمنع التهاب الأنف ويمنع حتى أغبه، وهذه سنة موجودة، وكانت أيضا هذه السنة موجودة من أيام العثمانيين. وضح لنا مكوناتها، كيفية عملها، كذا. يأخذ من شيء من الماء، شيء من العسل، شيء من ماء المسك، أو شيء من القسط الهندي. إيه؟ ويصعد به، أو يشم القسط الهندي، أو ما يبخر، يعني بخر يقصد به إيش، تضع ماء ويغلى. إيه؟ وتضع شيء فيه من القسط الهندي، أو شيء، أي شيء من محفزات مثل الزنجبيل، ويشم حتى تصعد البخار، تقعد تعطس، يعني تعطس تعطس تعطس، وهذا ما يقصد بالصعود، ويخرج كل المواد الموجودة داخل الأنف، وبذلك يفتح الأنف ويبدأ التنفس، يصبح يرجع طبيعي. وإذا هذه هي سنن، سنن. والآن تصنع هذه السنن على شكل بخاخات، بخاخ الأنف. نعم. يباع بالأسواق. نعم. هذا هو نفس الفكرة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصعود. إذن أين موجود هذا؟ هذا موجود في كتابنا، موجود في كتاب الطب النبوي. نعم. ابن القيم الجوزية وثق بكتاب ابن القيم الجوزية. إذن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما تدويتم به الحجامة والفصد والصعود، هذه كلها سنن طيبة. البعض يعتقد أن السنة فقط هي السواك، مجرد السواك، أنت تضع السواك في أعلى الدشداشة وتستخدمه مثلا قبل الدخول إلى المسجد، أو وأنت ماشي، أو وأنت رايح الديوانية. ولكن السنن العظيمة وكبيرة، والإعجاز العلمي بها أعظم وأعظم، وكل باب من باب هذه السنة لها حكمة ولها شفاء من أمراض كثيرة. أعطنا مثال. مثال السواك. السواك يوجد فيه من مضادات الأكسدة ما هو نافع للجسم. السواك يمنع النزيف باللثة، باللثة، وحتى لو كانت امرأة عندها نزيف تشرب ماء السواك فيتوقف. كان عندها امرأة تأتي تقول أخذ جميع الأدوية، يوجد عندي نزيف ولاكو فائدة، فأمرتها بماء السواك، فقلت أخذي السواك وضعيفي ماءها واشربي ماءه بعد 5 دقائق، والله توقف عندها الدم. لا إله إلا الله. ماء السواك فيه كنز من الكنوز العجيبة، هذه السنة النبوية العجيبة. إذا هو مطهرة للفم، مرضاة للرب، مرضاة للرب. الله أكبر. أيضا من السنة العجيبة الأثمد، الكحل، الكحل الأثمد، حديث، هذا حديث وليس كلام، وهو يذهب ماء الأبيض في العين. خير أكحالكم الأثمد، يجلو البصر وينبت الشعر.
الآن أنا أسمعك وأحتر، لأن أنا أهملت هذا الأمر لدرجة أني سويت عملية للماي الأبيض بعين. لا إله إلا الله، الله يحفظك يا رب. إذن الأثمن ماذا يقول؟ لا، خلنا نرجع للحديث. إيه؟ الحديث لا حكمة، ولكن إيش حتى تتمتع بهذه الحكمة عليك بغلق العين والخيال، تخيل وتفكر في هذا. أكثركم تخيلا أكثركم إبداعا. شوف هذا البروفيسور كان يقول لنا إياها، يقول إذا أنت كان عندك واسع الخيال أنت تكون واسع الإبداع، ممكن تصل إلى حد الاختراع. نرجع إلى الحديث، خيرك حالكم الأثمن يجلو البصر. ما معنى كلمة يجلو؟ ينقي. احنا نقول العامية عند أهل الشام يقول خلنا نسوي الجليات، الجليات ليش؟ المعين يغسلونها. نعم. تجلي. يجلي. يجلي. تغسلها يعني ينظف. تنظفها. نعم. يعني مثلا الصحن لما تغسله غير لما تجلي، زيادة في النظافة. زيادة في النظافة. نعم. ومسح كل النقاط العالقة به. أنت ممكن تغسله ولكن لا تمسح العالق به. ولذلك في الحديث الدقة، أنك الدقة يجلي. إيه اللغة العربية عندنا واضحة وفيها دقة جمال. يجلو لعب الجلي، امسحها من أساسه، يعني تطلع الأكل اللي ماكو فيه. يجلو يجلو. نرجع مرة ثانية، خيرك حالكم الأثمن. ها شنو قال؟ خير، يعني في هناك أكحال أخرى ولكن هذه القمة، القمة وهو الأثمن. أي نما يعني استخدمت من أكحال أخرى، قد تكون أكحال زينة وتوجد بها غصاص والعياذ بالله. هناك أكحال وبالتالي لكن الكحل الطبيعي لا يوجد به غصاص، وهذاك لو وجد فيه رصاص ويسبب سرطان. لا إله إلا الله. ويحرق العين، كأنك أنا غصاص إذا نزل على شيء يحرقه والعياذ بالله. ويجلو ايش؟ البصر، من عمليه الجلي هذا. خلاص تنظيف. انت الحين مسكته كانه ما طلعت العين لما اخذه. ها ليش معي بالخيال وقعدت تغسل العين وتنظفها، مو تغسل عفوا، تجلي العين، تجلي العين، تنظفها 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 وتطلع. انت طلعت الله نظيفه وديتها مكانها. خيرك حالكم الاثمن يجلو البصر. وينبت، لاحظ، وينبت الشعر. يا سلام، يعني اذا الشعر ما قاعد ينبت هذا ينبته، يطلعه من جذوره. هل معنى هذا اني انا استعمل الاثمد مثلا لشعر الراس او كذا؟ هذا هو. لذلك احنا عندنا بزيوت الشعر عندما يضاف لها زيت الاثمد تعطي قوه اكثر. في زيوت معينه تحطوا لها اثمد، اي زيت مال شعر، اي زيت من الشعر تدش يشتغل من الحوال، يجيب لك اثمد اصلي يحطه فيه وخليه ينقع اربع خمس ايام مستخدمه، يعطي مفعول اوسع للشعر. للشعر. هذه وينبت الشعر. أيه. هذا هو الكنز، وهذا ما لقوه، لانه هو يحفز الخلايا أيه. على انبات الشعر. هذا اين يوجد هذا الحديث؟ في كتاب ابن قيم الجوزيه. نعم. فاذا عندما ناخذ هذا الحديث، هل نقرأ فقط الكثير قرأ ويجو البصر؟ طيب ما يقصد باليجو؟ ما يتعمق. وجب ان يتعمق بالشيء حتى يدخل في باب الخيال، في باب عظمة إيش الإعجاز العلمي. نحن لا نريد فقط من الناحية العلمية، ونريد إعجاز علمي. تلذذ بالشيء. الله. التلذذ بالشيء. وأنا قلنا بالسابق، ليس كل من أكل اللحم هو يعرف يأكل اللحم، وليس كل من أكل الدجاج يعرف يأكل الدجاج، إنما من تلذذ بأكل اللحم استطعم. من تلذذ بأكل اللحم. هذا ما قلنا قاعدين في مطعم، فقلنا قاعد طالبين لحم وكذا، فوضعت قطعة في فمي وربع بلشوا يأكلون، فأنا بديت أقلبها بحلجي وتلذذ فيها، وكان راعي المحل موجود، فقلت أنت صنعت هذا اللحم بوضع كذا وكذا وكذا وكذا، ووضعت شيء من السماق اللي يخلي الناس الزحمة الناس هذه عندك في المطعم. فقال لي ابو محمد خلاص لا تطلع سر الصنعه. طبعا انت قلت لانك خبير بالاعشاب بينما غيرك ما يعرف. لا، لاني تلذذت بها. لا اريد فقط ان اضعها في فمي واضعها بالفم وتقع في البطن على طول، لا، قلبها فمك، حس فيها وانت تاكلها، حاطها بيدك، تخيل الانسان الجوعان اللي بطن مردودها استاذنا، تحس بطعمه الطعام وتشكي وتسجد لله وتقول الحمد لله وشكر على كل حال. الله. والله كان عندي احد العمال إيه؟ يقول لا ناكل لحم في احد ارياف مصر. نعم. ما يصلنا اللحم،
ففي احد المرات قالوا ان احنا راح نذبح جاموس ويوزع اللحم ماله، فاكلت هذه المره الوحيده اللي اكلت فيها اللحم، فكان احلى لحم في حياتي. الله، حسيت فيه طعمه. وبعدها جيت للعمل في الكويت عندي يعمل، وكان مطعم اللحم يمه، فيقول من شدة يعني ودي أكل اللحم وخلاص، كنت كل يوم أروح أطلب لحم 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 لحم، لما مللت من هذا اللحم سبحان لما الله. إني كنت حتى أمشي من جنب هذا المحل كرهت هذا المحل من رائحة اللحم، نتيجة الإكثار منه. الإكثار منه ما تلذذ، ما تلذذ. إذن هنا التلذذ، لماذا الأجنبي عندما يسلم يتلذذ؟ يتلذذ لأنه شيء غريب عليه، ينظر له شيء غريب، الله اسلامكم الله في شيء حلو، لكن انت عايش فيه، اذكر الله انك ولدت مسلم، ما ولدت في احد الدول الكافره والعياذ بالله. نعم، ما ولدت نصراني ولا يهودي ولا تامن بشيء من الحجر والعياذ بالله. الله اعطاك اياها بايد تحت يدك تحت كفك، فعليك انك تشكر الله وتحمده وتلذذ بهذه النعمه. هم مساكين، فلما يسلم يقول ها يشوف كل شيء غريب عنده، يسجد يقول الله احس بشعور حلو اني ساجد، لانه ترتخي كل الجسم، يرتخي كل الجسم على الارض. نعم، وبالتالي لما ياخذ هذه العلوم القرانيه عن الاحشاب والاحاديث النبويه قاموا يستخدمونها في معاملهم ويرسلونها لنا. طيب جميل، حدثني عن الزعتر وزيت الزعتر وزيت الخردل وتحفيز عملية وكثير من الأمور. العلاج بالزيوت العطرية ايش تبي منها؟ العلاج بالزيوت العطرية او مصنع الزيوت العطرية صنع في فرنسا. مصانع الزيوت العطرية في فرنسا هي حجمها ما يعادل المدارس عندنا بالكويت، والله تكون من طوابق. نعم، وفيها عملية تصنيع زيوت عطرية. نعم، ومدخولها ما يعادل نفط الكويت وأكثر من الزيوت العطرية. من الزيوت العطرية، طبعا الزيوت العطرية هذه تأخذ وبعدين تصنع منها ما يسمى بالعطور، إضافة اللي هي الماء والكحول والمثبتات، وتصنع اللي هي العطور المسمون العطور الفرنسية. نعم، ولكن ما بالك إذا أخذت فقط الزيوت هذه العطرية واستخدمتها في حياتك اليومية كعلاجات. وجدوا أن بعض الزيوت العطرية تحفز عقل الرجل، أي تنبه، تعطي مادة تنبيه للرجل، وبعض الزيوت العطرية تنبه المرأة. لذلك هناك تصنيع للزيوت العطرية ما يسمى زيوت عطرية للرجال، زيوت عطرية للنساء. تجد مثلا رجل واقف أو امرأة واقفة تطبخ لك عطر، وأن تقول هذا عطر رجالي أو هذا عطر نسائي. إذن الزيوت العطرية هي مخاطبة للعقل. الله الله الله، مخاطبة للعقل. وجدوا أن كل زيت يقوم على تحريك الدورة الدموية وعلى علاج مرض معين، لذلك يستخدمون هذه الزيوت العطرية في علاجاتهم. مثل كما قلنا زيت إكليل الجبل، وجدوا عندما تشم زيت إكليل الجبل أو تشرب عشبة إكليل الجبل يتحفز العقل، يتحفز العقل يعني تنشط الدورة الدموية. نعم، إيه، فبالتالي يعطيك رسائل دموية حق الرأس، فبالتالي تحس انه كانه من بعد شعور بتعب او غفره او خمول تحس بنشاط وحيويه، وان تحس ان عينك انها فتحت وحواسك تبدا تقوى، عمليه الحفظ تبدا تقوى عندك. كان الاستاذ فهد البناء يقول لي عطول عيالكم الصبح بدال ما يقوم خامل من النوم يتنشط المدرسه. معقوله هذا ما يفعله الغلط؟ عن تجربه، عن تجارب مسجله، هم قاموا في الدراسات وتسجيل وتدوين. جميل، لقد قمت بدراسة أكثر من 126 نبتة، قمت بتسجيلها. أنت؟ نعم، وسجلتها ودونتها وسويت فيها كتب، سجلت كتب فيها كذلك دونتها كدراسات طبية. نعم، عندما كنت أبحث بهذه النباتات وجدت فيها دراسات طبية عجيبة، لذلك هم ماذا يفعلون؟ يقومون بطحن هذه الأعشاب وتعبئتها على شكل كبسولة وإرسالها إلى العالم كله. أما المواد الكيميائية هي للبيع وليست للأكل. يقول كبير أطباء الطب لتصنيع الأدوية الطبية، يقول
نحن نقوم بتصنيع المواد الكيميائية أي الكبسولات الكيميائية لبيعها وليس لتناولها. والمقصود؟ المقصود الجأ إلى الطبيعة. الله، ارجع إلى الطبيعة، ما في شيء أحلى من الطبيعة، ما في شيء أحلى من البساطة، ما في شيء إنك تشوف هذا النبات وتقول سبحان الله الخلاق، ما في شيء من أحلى من هذا الكنز الجميل. عندما تزرع، ازرع والله لو آخر لحظة في حياتك، ازرع نبتة، ازرع شجرة، قوم هذه البلاد في هذه النباتات الطيبة وهذه الأشجار الطيبة، فهذا خير وبركة يعم الكل وتأخذ أجر وصدق إلى يوم الدين. قد يستظل فيها طائر، قد يستظل فيها حيوان، قد يستظل فيها إنسان، نعم، تأخذ الأجر العظيم. دائما تأخذني بالأحاديث الجميلة والشرح المسهب، وبالتالي تقضي الوقت وأنا ما سألت، لكن بما أن الوقت راح علي راح أقول لك بدقيقتين. الرسالة المهمة اللي ترسلها من خلال حلقة اليوم للمستمع الكريم الأستاذ فهد البناي المتخصص في مركز البناي للطب البديل والأستاذ بالهيئة العامة للتعليم المستمر لمادة علوم النبات، شو يقول لهم؟ نقول قول أحد الحكماء، يقول ماذا؟ يقول we are what we eat، أي نحن ما نأكل، نحن ما نأكل، أنت ما تضعه في هذا الكيس. تخيل أن جسمك على شكل كيس، إيه؟ هذا الكيس ماذا تضع فيه؟ فإن وضعت فيه الصالح الطيب الحلال الطيب الخير، ها؟ الطبيعي المذكور عليه اسم الله، لو وضعت في هذا الكيس أحلى ما يمكن. الله. أما إذا وضعت فيه الحرام أو الأخلاط أو الشيء الغير طيب أو الصناعي أو المركب، فلا تلوم جسدك نعاقبك. لا تلوم جسدك نعاقبك؟ نعم، شنو قصدك؟ يعاقبك في مرض والعياذ بالله. نعم. فلذلك دائما نرفع يدنا إلى السماء ونقول اللهم يا خالق خلق يا رحمن الرحيم، ندعوك بأسمائك كلها وباسمك الأعظم بأن تحفظنا من كل داء، آمين، وأن تحفظنا من كل الأمراض والأسقام كبيرها وصغيرها، ومع خالص الشكر والتقدير. الشكر والتقدير لك أستاذنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة وهذا العطاء وهذه الكلمات الإيمانية الراقية. أسأل الله العلي العظيم أن يكتبها في ميزان حسنات الأستاذ فهد البناي وأن يجمعنا به دائما على خير. دمت سالم غانم، ولك الشكر والتقدير، ولمستمعين السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.